بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله باذن الله ندرس مع بعض ماده المحاسبه في الاستغلال الزراعي المستوى الثالث، الفصل الدراسي الثاني، مقدم من دكتور رشا الجهري، مدرس بكليه التجاره جامعه عين شمس. ان شاء الله باذن الله المنهج باذن الله هيكون مكون من 3 موضوعات. الموضوع الأول بيتكلم عن محاسبة التكاليف في المنشآت الزراعية. الموضوع الثاني بيتكلم عن قياس نتيجة نشاط إنتاج الألبان. كلمة نتيجة نشاط يعني بشوف هل النشاط ده بينتج عنه ربح أو خسارة. الموضوع الثالث بيتكلم عن قياس نتيجة نشاط تسمين الماشية. أولا لازم نعرف إيه كلمة مفهوم الاستغلال الزراعي. قال ده بيكون كل الأنشطة والعمليات المرتبطة بتخصيص الأرض الزراعية، سواء كانت قابلة للزراعة أو كنت أنا بستخدمها في أي استغلال تاني، سواء مثال الاستغلال النباتي من محاصيل، خضروات، حدائق، مشاتل، أو إن أنا بستغلها كفي الاستغلال الحيواني في تربية الماشية والدواجن أو الأسماك. أولا أنا أتكلم عن الموضوع الأول، عن تبويبات عناصر التكاليف في المنشآت الزراعية. أولا لما باجي أتكلم عن عناصر التكاليف سواء كان في المنشآت الزراعية أو في أي منشآت أخرى، هي بتتكون من 3 عناصر. أول حاجة اللي هي عناصر التكاليف الخاصة بالإنتاج أو بالتصنيع، ثانيا التكاليف التسويقية، ثالثا التكاليف الإدارية والتمويلية. اولا كلمة تكاليف بيبقى ليها علاقة يا اما ان انا اصنفها تصنيف اللي هو الاساسي او الرئيسي، ان انا اقول ان انا عندي التكلفة بتاعتي ديت مواد او اجور او مصروفات. يليها ان انا لو بصنف التكاليف من حيث الوظيفة، يا اما اقول ان هي تكاليف انتاجية او تصنيعية او تكاليف تسويقية او تكاليف ادارية وتمويلية. ثالثا لو انا بتكلم عن التكاليف من حيث علاقتها بوحدة المنتج، علاقتها بوحدة المنتج، كلمة وحدة المنتج يعني انا بتكلم عن هل التكاليف دي مباشرة بالمنتج ولا غير مباشرة بالمنتج، اقدر ان انا اتتبعها بالمنتج يعني خاصة بالمنتج بعينه، ولا تكاليف بتساعد على انتاج المنتج. تكاليف بتساعد على انتاج المنتج او بتستخدم ليه اكثر من منتج فبقول عليها ان هي تكاليف غير مباشرة. لو انا قلت ان التكاليف بتاعتي ديت، هل التكاليف ديت مرتبطة بحجم الانتاج، حجم الانتاج يعني انا بقول ان التكاليف دي ثابتة ولا متغيرة ولا فيها حتة كده وحتة كده. كلمة حتة كده وحتة كده ان حتة اللي هي الايه، التكاليف المختلطة اللي هي فيها شبه، بنسميها شبه متغيرة او شبه ثابتة. شبه متغيرة يعني بيغلب عليها المتغير بصورة اكتر من الثابت، شبه ثابتة بيبقى ان التكاليف المثابتة بتتغلب على الجزء الايه، المتغير. مثال ليها زي فاتورة التليفون. فاتورة التليفون انا كلنا بندفع الاشتراك الشهري زي مثلا 50 جنيه زائد الجزء المتغير اللي هو عدد المكالمات في تكلفة المكالمة بتاعتي، دي اللي هي الشبه الثابت او الشبه الايه، المتغير. نرجع تاني بالنسبة للمنشآت الزراعية، هتكلم عن تقسيم التكاليف عندها. في عند اللي هي تكاليف الانتاج الزراعي، ودي بتنقسم لتكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة. قلنا ان التكاليف المباشرة هي مرتبطة بحجم الوحدة، حجم الوحدة ديت اللي هي التكاليف اللي هي الخاصة بمحصول معين اللي هي التكاليف المباشرة. وفي عند اللي هي التكاليف الغير مباشرة اللي دي اللي هي تكاليف مرتبطة بجميع المحاصيل في ذات الوقت، سواء كانت التكاليف مباشرة او غير مباشرة بقسمها لمواد واجور ومصروفات. المواد عندي هي المواد الزراعية المباشرة اللي هي التقاوي والبذور والمبيدات الحشرية مثال ليها يعني، والأجور الزراعية اللي بيشتغلوا على الإنتاج مباشرة اللي هي الأجور العمال الزراعيين والمؤقتين والتشغيل الآلي. وفي عندي اللي هي المصروفات الزراعية المباشرة اللي هي مصروفات حصاد وجني المحصول. في عندي التكاليف الزراعية الغير مباشرة اللي دورة التكاليف اللي مرتبطة بجميع المحاصيل مش بمحصول معين، برضو بقسمها لمواد وأجور ومصروفات. مثال للمواد الزراعية غير مباشرة زي الوقود والزيوت وقطع الغيار والماكينات. والأجور الزراعية الغير مباشرة مثال ليها أجور الملاحظين والمشرفين اللي هم بيتابعوا عملية الإنتاج. ثالثا اللي هي المصروفات الزراعية الغير مباشرة، بتتكلم عن الإيجارات والتأمين على الجرارات، إهلاك الأصول الثابتة من آلات وماكينات.
الشق الثاني من عناصر التكاليف اللي هي التكاليف التسويقية. التكاليف دي كلها غير مباشرة، لأنها بتبقى وظيفتها إن هي بتسوق جميع المحاصيل الزراعية، وما بتكونش داخلة مباشرة في إنتاج المنتج نفسه. برضو بتنقسم إلى مواد وأجور ومصروفات. المواد التسويقية مثال ليها زي مواد التعبئة والتغليف، زي اللي هي الشكائر اللي هي اللي بستخدمها في تعبئة المحصول نفسه. في عندي اللي هي الأجور التسويقية، اللي هي برضو اللي هي أجور عمال التعبئة والتغليف وعمولة وكلاء البيع. ثالثا اللي هي مصروفات اللي هي التسويقية، زي إيجار اللي هو المعارض البيع، مصروفات البيع والتوزيع، إعلانات بعملها عشان أقدر أنا أسوق المنتج بتاعي بصورة سليمة. أخيرا الشق الثالث من عناصر التكاليف اللي هي التكاليف الإدارية والتمويلية. برضو دي تكاليف غير مباشرة، لأن التكاليف دي مرتبطة بإدارة وتمويل المشروع ككل، وليس بمحصول بعينه. في بتنقسم إلى مواد إدارية وأجور إدارية ومصروفات إدارية. المواد الإدارية مثل الأدوات الكتابية والمكتبية اللي بستخدمها في إدارة المشروع. في عند الأجور الإدارية اللي هي بتتكلم عن الأجور المحاسبين ورجال الإدارة. في عند المصروفات الإدارية دي بتتكلم عن اللي هي زي مثال ليها فوائد القروض، إيجار مبنى الإدارة، أي حاجة متعلقة بتكاليف الإدارة. هناخد مع بعض مثال بيتكلم على تصنيف التكاليف. هنا عندي استخرجت بيانات التكاليف التالية من دفاتر مزرعة السلام بمحافظة الغربية لمحصول القمح عن الفترة من 1 مارس 2016 حتى آخر سبتمبر 2016. أول عنصر عندي اللي هي عناصر التكاليف 16,000 تقاوي وبذور. هنا مديني تكليف المواد، أنا أبدأ إن أنا أشغل دماغي كده وأبدأ إن أنا أفكر، هل تكاليف المواد ديت في عندي مواد خاصة بالمواد الإنتاج، وفي مواد خاصة بالتسويق، وفي مواد خاصة بالإيه؟ بالإدارة. وبرضه بالنسبة للإنتاج يبقى أكون في ذهني كده إن أنا في عندي التكاليف بتاعتي يا إما مباشرة يا إما غير مباشرة، يعني مواد مباشرة ومواد غير مباشرة. في عندي 16,000 تقاوي وبذور أترجمها ديت خاصة بالإنتاج ومباشرة، 10,000 أسمدة ومبيدات حشرية خاصة بالإنتاج ومباشرة، 7,000 وقود وزيوت برضو دي مواد بس غير مباشرة خاصة بالإنتاج، 4,000 مواد تعبئة وتغليف دي خاصة بالتكاليف التسويقية، 3,000 أدوات كتابية دي خاصة بالتكاليف الإدارية. ثانيا عناصر تكاليف الأجور، في عندي 30,000 أجور العمال الزراعيين، أجور عمال زراعيين يعني خاصة بالإنتاج وبيشتغلوا على الإنتاج مباشرة، يبقى دي أجور مباشرة خاصة بالإنتاج. في عندي 7,000 أجور الملاحظين والمشرفين الزراعيين، دول بيستخدموا الإنتاج إيه ككل أو محاصيل كتيرة، فدي تعتبر أجور خاصة بالإنتاج بس غير مباشرة. 5,000 أجور تسويقية هي قايلها صراحة، 9,000 أجور إدارية برضو قايلها صراحة. يجي عناصر اللي هي المصروفات، عندي 10,000 مصروفات زراعية، منها 40% مصروفات مباشرة. يبقى إذا هنا أقسم الاتنين، في عندي 10,000 مصروفات زراعية دي خاصة كده بالإنتاج، هقسمها للمباشر والغير مباشر. هو قايل لي 40% مصروفات مباشرة، يبقى 40% في 10 يعني 4,000، وفي عندي 6,000 دي تعتبر مصروفات غير مباشرة خاصة بالإنتاج، 11,000 مصروفات تسويقية و 8,000 مصروفات إدارية وتمويلية. طالب مني المطلوب إجمالي التكاليف الزراعية المباشرة، وفي عندي إجمالي التكاليف الزراعية الغير مباشرة، يعني هو بيتكلم عن التكاليف اللي هي خاصة بالإيه؟ بالإنتاج. وفي عندي إجمالي تكاليف الإنتاج الزراعي وتكلفة المبيعات، وعايز إجمالي تكاليف المحصول ككل من تكاليف إدارية وتسويقية وإنتاجية. أولا إزاي أنا أجيب إجمالي التكاليف الزراعية المباشرة؟ في التمرين وانا بقرا كل بند كنت انا عم بقول ايه هي المواد الزراعيه او المواد الخاصه بالانتاج سواء كان مباشر او غير مباشر. فكان في عندي في عنصر المواد كان في عندي حاجات زراعيه خاصه بالانتاج مباشره، وكان في عندي اجور مباشره، وكان في عندي مصروفات مباشره، كان عندي تقاوي وبذور واسمده ومبيدات حشريه كان مديالي 16,000 و10,000،
حطيتهم في المباشر كمواد، والتصنيف الثاني كان في عندي اللي هي الأجور الزراعية، كان خاصة بي اللي هي العمال الزراعيين فقط، اللي هي الأجور المباشرة بتاعتهم 30,000، وكان في عندي المصروفات الزراعية المباشرة، كان هو كان قايل لي مديني 10,000، وقايل لي إن 40% منها مباشر، فاخدت ال 10,000 مضروبة في ال 40%، ادتني 4,000. أجمع كده اداني إجمالي التكاليف الزراعية الإيه؟ المباشرة. ثانيا إجمالي التكاليف الزراعية الغير مباشرة برضو، وانا كنت بصنف التكاليف في التمرين، كان في عندي مواد زراعية غير مباشرة، وكان في عندي اجور زراعية غير مباشرة، وكان في عندي باقي المصروفات الزراعية اللي هي 10,000 اللي هي 6,000 كانت غير مباشرة. زي ما حضراتكم كده شايفين، في عندي اللي هي الوقود والزيوت والالات والماكينات ب 7,000، وعندي الاجور الملاحظين اللي هم بيتابعوا المشروع ككل 17,000، وكان في عند المصروفات الزراعية اللي هي 10,000 كان قايل مديني 40% منها مباشر، الباقي 60% يعني 6,000. كده جبت إجمالي التكاليف الزراعية الغير مباشرة. ثالثا بتكلم عن إجمالي التكاليف الإنتاج الزراعي. تكاليف الإنتاج الزراعي احنا كنا مقسمينها للمباشر والغير مباشر، فهجمع الخطوة الأولى مع الخطوة الثانية تديني اجمالي تكاليف الانتاج الايه؟ الزراعي. رابعا في عندي اللي هي بحسب تكلفه المبيعات. كلمه تكلفه مبيعات يعني باخد انا انتجت بقد ايه وهسوق بقد ايه، انتجت بقد ايه وهسوق بقد ايه. طبعا هنا كان عندي اجمالي تكاليف الانتاج الزراعي من مباشر وغير مباشر كان 90,000، هاخده واحطه عندي اجمالي تكاليف الانتاج الزراعي. بعد كده بجمع عليه اللي هي التكاليف التسويقية من مواد وأجور ومصروفات، مواد وأجور ومصروفات، تاني مواد وأجور وإيه؟ ومصروفات، بيديني تكلفة الإيه؟ المبيع. آخر مطلوب عندي كان عايز إجمالي تكاليف المحصول. كلمة إجمالي تكاليف يعني بيتكلم عن تكلفة الإنتاج، أنا أنتجت بقد إيه؟ وعندي تكاليف التسويقيه بتاعتي بقد ايه، وعندي التكاليف الاداريه بقد ايه. طبعا انا عندي التكاليف المبيعات هي كانت بتشمل تكلفه الانتاج الزراعي وكان والتكاليف التسويقيه، فاضل عندي ان انا احط عليها التكاليف الاداريه والتمويليه برضو من مواد واجور ومصروفات. نلتقي في المحاضره الثانيه، السلام عليكم.